صباح الخير، صباح الابتسامة اللي قبل بتنور وشنا بتنور قلوبنا من جوه. صباح الجمال على كل من قال إن الجمال جمال الروح. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج استراحة. قبل ما نبدأ موضوعنا أحب أرحب بزمايلي. صباح الخير، ازيك يا ياسمين؟ صباح الخير يا إيمي. صباح البهجة والجمال، صباح كل حاجة حلوة كمان بما إن موضوع حلقتنا عن الجمال. صباح الخير يا سمر. صباح جميل، جمال الشكل مش بيدوم قصاد الروح وطغيانها. صباحكم حلو وبيشبه جمال الروح وجمالها. ايه رايكم بالنهارده بدل ما بنتكلم عن جمال الروح اقول لكم قصه بسيطه جدا. مي زياده وجبران خليل جبران قعدوا يكتبوا لبعض رسائل لمده 20 سنه، حبوا بعض من غير ما يشوفوا بعض. ده بقى موضوع حلقتنا عن جمال الروح. ايه رايك بقى في جمال الروح؟ جمال الروح مطلوب طبعا، يعني ناس كتير دايما تحب جمال الروح اكتر، بس يعني هو الشكل، انا مقياسي يعني انا جمال الشكل بيبقى رقم واحد يعني، ولا ايه رايك يا سمر؟ انت عشان اموره بس يا سمر فبتهتمي بالموضوع ده. لا طبعا، بصوا يعني انا من وجهه نظري الموضوع بيختلف جدا. انا بحس ان جمال الروح هو الطاغي في كل معاملاتي او في كل حد انا بتعامل معاه، وده راي ناس كتير. كمان بشوف ان الجمال الخارجي ده يعني مش كل حاجه، بصوا يعني بيتغير. في جمال بيبقى مصطنع، اللي هو عمليه التجميل تلاقيها مثلا ايه، هي كويسه وحلوه وكل حاجه بس هواسه بقى في عمليه تجميل. انا عايزه تكون عينيا شبه فلان، انا عايزه شكلي يكون شبه فلان، وتفضل تعمل عمليات تجميل اللي هو تصلح اللي باظ وتبوظ اللي تصلح. بس برضه يعني انا مع احترامي لكلامكم، انا ما اجي اتعرف على حد في البدايه مش هروح اشوف روحه الاول، يعني احنا بنشوف الشكل رقم واحد وبعد كده بقى التعامل بنشوف الروح. مصممه بس عايزه اقول لك يا ياسمين ان لو حتى اتخذتي او انبهرتي بحد لمجرد شكله فده مش هياخد معاكي اكتر من 10 دقائق. طب افرضي لقيتي منه سلوك ما عجبكيش، ده بعد كده عصبي مثلا، ايوه بعد كده بقى تغير الفكره يعني. بس في البدايات الشكل يعني انا دايما عندي مثلا الشكل بنسبه 80% في الاول انه يكون مقبول، وبعد كده نخش بقى على جمال الروح ولا ايه يعني؟ هو ده طبيعي. عايزه اقول لك على حاجه، يعني الشباب يقدروا يقولوا الموضوع ده اكتر مننا، بيتخدعوا يا حبيبتي. لا هم دول مش هيقدروا. لا هم بصراحه الشباب لا مش هيقدروا، احنا هنظلمهم لان كل البنات بقت حلوه دلوقتي. لا وبعدين الميك اب ما خلاش بقى، ايوه عمليات تنكر بطريقه بشعه. هو انا عايزه اقول والله ان الميك اب عمره ما بيغير، هو بيغير لفتره مؤقته بس التغيير الداخلي بيبقى احسن. لا الميك اب اصلا هو اظهار الجمال اللي مش ظاهر، يعني هو مثلا لو حد عيني بسيطه بحبه رتوش بسيطه تبان، لكن مش مثلا تكون هي حاجه وتطلع حاجه تانية. الناس بتستغرب يا جماعه في الافراح اللي هي دي العروسه ولا هو غيرها في الاخر، في اخر ايه اللي حصل؟ ما بيعرفوش الحقيقه دلوقتي يا جماعه. الميك اب بقى يغير زي عمليات التجميل يعني، يقدروا ينحتوا الوش ويقدروا يعني يخلوا الوش فيه مساحه اكبر. لا دلوقتي الميك اب بقى يعني خلاص هو بقى عمليه تجميل بس مؤقته. لا هو الميك اب بيغير الوشوش بس من وجهه نظري ان هو مش بيغير القلوب. يعني احنا انا بشوف ناس كتير بحبها، وممكن تكون ناس بسيطه جدا وناس مش اللي هم واو في الايمج او في الشكل، بس مجرد ما بتعامل وبشوف منه سلوك، لا انت حد بجد يعني حلوه قوي. انت عشان روحك حلوه جميله والله. شايفه كل الناس حلوه. ايوه هي فعلا. خليكوا تسلموا. بس انا بشوف ان كل حد ليه جمال خاص. في ناس تحس ان الثقافه بتميزهم وبتخليهم حلوه، الذكاء، الطيبه، الجدعنه، حاجات كتير قوي بتخلينا جمال مش الشكل يا سيدي. ده بالنسبه للجمال. لو اتكلمنا عن جمال الروح، تعالوا بقى نتكلم في جمال حاجه تانية، جمال الشخصيه لما تبان، لما تكوني قاعده مع حد وتلاقي شخصيته تبان. هكمل معاكي في كمان بس انا هكملها. انا عارفه ان طبعا الروح حاجه كبيره، بدليل على الوهاب، يعني محمد عبد الوهاب طبعا غنى اغنيه جميله ليها، عشق الروح ملوش اخر. لكن انا بحب الشكل برضه. رايقه يا سيدي والله. صح. حسين فهمي. ايوه يعني لا ما لازم برضه الشكل، انا اعتقد يعني الشكل مطلوب. الاثنين يعني الاثنين ليهم صله ببعض يعني. ده كده اتكلمنا عن جمال الشكل. نتكلم عن جمال الاكل شويه. ايوه انت جيتي كده في الحته بتاعتي. انا عايز اقول لك كل مره انا وهي بعد الحلقه بتاعتنا بنروح ناكل على طول. احنا بنروح احنا بنيجي هنا عشان بس ندردش ونروح ناكل. احنا بنيجي ناكل على طول يعني. ايوه هنا هي جت كده في الحته بتاعتي يعني. احنا اصلا كمصريين بنحب الاكل، وانا بقى بالنسبه لشخصيا يعني انا بموت في الاكل. بس هو الاكل دايما يعني دليل ان هم احنا كمصريين بنحبه. دايما لما يبقى في عشره ما بين اتنين او ناس مع بعض يقول لك يعني والعيش والملح، شفت قد كده احنا بنحب الاكل زي مش انا لوحدي. والنعم لا تاكل. والنعم لا تاكل. برافو عليك. ايوه شفتي. ايوه حقيقي فعلا. بس احنا بقى المصريين بيحبوا الاكل بس بنقدس الاكل جدا. في طريقه بقى لو اتعملت الاكل يعني مثلا المطاعم تلاقي الناس بتفضل المطعم ده عن المطعم ده في طريقه تقديم الاكل. العين بتاكل يا سمر الاول. مالكيش نفس بس طريقه تقديم الاكل تخليه ايه؟ لا انا هاكل ايه الحاجات
الحلوه اللي أيوة. موجوده دي انا هاكل. هي بتعمل كده معايا على فكره. هي تيجي تبص تقول الله ياسمين شكل الاكل جميل جدا. ياسمين عايزه تقنعنا ان الاكل العين طبعا العين الاول تبانش عليا. لا سلطات بقى باشكالها يعني لما تبقى السفره متحضر. لا سلطات باشكالها مش عايزه اقول حاجات اكتر. احنا الصبح حاجات خفيفه يعني الفول والفلافل. مش عايزه اخش بقى في المحاشي بانواعها والحاجات دي. لا انا هجوع نغير يا جماعه. طب انا عايزه اتكلم في حاجه برضو بما اننا بنتكلم عن الجمال وحاجه بتتعب الشعب المصري جدا السن وبالذات الستات. يعني في ستات على سنها ابدا مستحيل. ايوه ده حقيقي. عارفه ليه؟ لان احنا بنؤمن بحاجه ان لما بنوصل لسن الستين خلاص فين المقابر الدنيا وقفت. نشتريها بقى انا اقعد في البيت. انا اقعد في البيت اعيط على ايام اللي راحت وانا كبرت. شبابي راح خلاص. ايوه صحيح. وليت الشباب يعود يوما. صح بالظبط. ايمي لا الموضوع ده طبعا مش حلو جدا لان بره بيبتدوا يعيشوا حياتهم من سن 60. وعايزه اقول على حاجه كمان ان كل سن ليه حلاوته. ان كل ما بتكبر عطائك بيزيد، جدعنتك بتزيد، خبرتك بتزيد، حبك لكل الناس اللي حواليك بيزيد وبيتوظف صح. بتعرف امتى تحب احفادك وامتى تحبي جوزك وامتى تحب ابنك. فكل حاجه بتبقى ماشيه يعني بشكل صح. بس صحيح. فجمال السن وعلى فكره بلاد بره بيبتدوا حياتهم من الوقت ده. احنا احنا بالنسبه لنا الست تجيب ال 50 و 60. معانا اتصال تليفوني. حد عايز يشارك من الجمهور؟ الو الو ازيك يا شهد؟ حد صغنن الحمد لله. يلا تعالي قولي لنا بقى رايك في الجمال الداخلي ولا الجمال الخارجي؟ انا عندي بس تحت العين وده عايزه انتفاخات تحت العين. دي ممكن تكون هي عندها انتفاخات تحت العين. لا هي ممكن تستني الفقره اللي بعدينا. ممكن يبقى معانا دكتوره تفيدك شويه يعني. بس انت حبي نفسك باي شكل انت فيه يا شهد. ايوه صح. يعني حبي نفسك وبعدين اسمك جميل. شكرا يا شهد. مداخله جميله يا شهد. بس ففعلا عايزين نعمل فوكس قوي على الحته دي. حته السن كل حد يحب سنه. وبعدين في كمان رياضات بتبتدي بعد سن ال 50 و 60. لا مش عندنا. احنا عندنا ركبي وظهري وكل حاجه جميله. حضرتك ان احنا بتبقى حامل بتصلي وهي قاعده. ايوه شوفيهم هم حوامل بره بيلعبوا رياضه يا جماعه. ده حقيقي. عندهم ثقافه جميله قوي بجد. وبعدين الاهتمام بقى الاهتمام بالسن ده يعني في كمان الممثلين. احنا عندنا ممثلين بعد سن معين. لا حضرتك مش بطل. حضرتك مش مطلوب. لا وعايزه اقول لكم ان في اصلا عندنا فنانين جمالهم بان لما كبروا. برافو عليك. ايوه صح فعلا. لا عندنا لا احنا عندنا ممثلين فعلا. عرفتوا الشكل ورده اهو. قلت لك حسين فهمي حضرتك شكل ومضمون وكل حاجه. وكل حاجه باكج كده ده من روحهم عشان صدقيني بيحبوا الحياه بجد. يعني هم ناس فاهمينها صح. بالظبط كده. فبالتالي بيعملوا رياضه وبيحبوا كل حاجه حواليهم. فده طالع على شكلهم. انا عايزه اقول لك ان الشخص اللي بيتاثر نفسيا تلاقي وشه حتى لو هو جميل. أيوة. تلاقي وشه بهتان عينه تحتيها كده يعني هلالات سودا. والتكشيره يا سمر اللي بيكشروا على طول بتعجز وشهم والله. أيوة. يعني بيبقوا شايلين الدنيا. ما كناش كده يعني. الناس تزعل لو قلت لها انت صباحك زي وشك. يا جماعه طب انا زي القمر اهو. يبقى صباحي زي وشي يبقى انا حلوه اكيد. لا مش كله عنده بقى الثقه دي على فكره. صح يعني بصراحه. وبعدين حته وبعدين احنا شعب عندنا حته التنمر بقى تمام موجوده. أيوة. اللي هو مثلا حد فينا عنده عيب مثلا في مناخيره. مناخيرك مش حلوه ما تجربي تعملي عمليه تجميل. اللي هو طب انا راضيه بشكلي. طب ليه كده بتتكلمي على التنمر ده؟ طب انا في ناس في تنمر بيؤدي لان البني ادم ما يطلعش بقى اكتئاب بقى بالظبط وينتحر. ليه كده كمان وصلنا ان احنا بنتنمر على بعض. ان كمان في الناس اللي بتقع تحت الحوادث القضاء والقدر طبعا كلنا عارفين. أيوة. الحروق والحاجات دي بقينا بنشوفهم بنبين لهم ان احنا اصلا بنشمئز من شكلهم. فده طبعا بجد مش حلو جدا. لان انا عايزه اقول في حته التنمر يا ايمي ان احنا لو هنتنمر نتنمر على طباعنا وسلوكنا. في حاجات جوانا كتير محتاجه ان احنا نتنمر عليها. لو كل حد اتنمر على نفسه في الطباع السيئه اللي جواه هيتغير ويطلع احسن ما عنده. مش نتنمر على شكلنا. هي سمر بتحب جوه دايما يعني. هي دايما كل حاجه عندها طبعا. طب ما نيجي للجمال تاني بقى. وكفايه تنمر على الصبح. نكمل على جمال الطبيعه. نسمه صباح الخير. ازيك يا نسمه؟ انا شاركينا في موضوع حلقتنا. الجمال الداخلي ولا الجمال الخارجي اللي بيشد انتباهك؟ ايوه خارجي. حبيبتي يا نسمه شاطره. حسن فهمي. حسن فهمي اللي لقيت حد ينصفني اهو. بتنصفي يا سيدي ماشي. انا كنت معاكم اتفضلي. كنت بتكلم شويه ان احنا شاهد وفكرت في العين. ماشي.
هي ايه كانت ايه كنت ايه هي جوزها عليك خلاص كان عندها جوزها عليك والله الفكره تمام. الفكره الجايه هنتكلم عن الموضوع ده بشكل افضل. معلش ارجع انا مش سامعاكي قوي. انت شكرا ليكي. انت ممكن تنتظرينا ان شاء الله هنرد على سؤالك الفقره الجايه او الفقره الاخيره من البرنامج باذن الله لو ده اتاح لنا يعني. مش سامعاها ما انا عشان كده نرجع بقى الموضوع لجمال الطبيعه بقى كفايه تنمر بقى جمال الطبيعه. البني ادم لو رجع للطبيعه تلقائيا هتلاقي الطاقه بتتجدد. انت لو شايفه خضره لو شايفه قدامك طبيعه تمام. احنا بنرجع كمان الاطباء بعد ما البني ادم بيطلع من العمليات يقول لك ايه انا اقترح ان فتره النقاهه بتاعته تكون في مكان طبيعي يرجع نفسيته زي الافلام بتاعت زمان كده. افلام زمان كنا بنقول كده المدام عايزه تروح العزبه يومين نفسنا نسمعها دي رايقه والله. نرجع للطبيعه يا جماعه. فعلا هو الطبيعه طبعا بتشكل جوانا اصلا دافع لحب الحياه بامانه. يعني تحسي ان انت لما بتشوفي البحر وانت رايحه شغلك يعني عايزه اقول لكم من لو دقت الورده ريحتها فيها. البني ادم برده لما بيموت بتفضل سيرته موجوده دي برده نوع من انواع الجمال. ده حقيقي فعلا تمام. طيب يعني حاساكي عايزه تقولي لنا ان الفقره بتاعتنا خلصت. فقرتنا احنا مش نشبع منهم والله. خلينا نتفق ان الجمال موجود في كل حاجه حوالينا. أيوه. وزي اخواتنا اللبنانيين ما بيقولوا لما بتقول على حاجه حلوه بيقول لك عشان عينيك حلوه بتشوف كل حاجه حلوه. طيب تمام جدا. انا عايزه اقول برضو قبل ما نختم يا ايمي ان جمال الروح هو اللي باقي يا جماعه. والمصريين دايما بيتقال عليهم روحهم حلوه من الشعوب الثانيه فخليكم حلوين زي ما انتم بروحكم وبخفه دمكم الجميله. عايزه اقول كمان ان بما اننا بنتكلم عن الجمال في تقرير هتشوفوه واحنا بنعمله الكاميرا فصلت. الاجمل بقى ان احنا ما وقفناش وكملنا التقرير بكاميرا موبايل عشان نقدر نوصل لكم صوت الناس. والاجمل ان سمر كمان هي اللي عامله التقرير يا جماعه. وبكده وصلنا لنهايه فقرتنا لكن مش نهايه فقرتنا. الجمال في استراحة لسه مكمل. هنروح للتقرير ونرجع منه على فقرة جميلة جدا عن البروتين وجمال الشعر. استنونا. لكل شخص ليه جماله اللي بيميزه. في ناس بتشوف ان الجمال الداخلي هو كل حاجة وناس تاني بتشوف ان الجمال الخارجي هو كل حاجة. عشان كده نزلنا الشارع نشوف رأي الناس. اكتر حاجه بتشدك في الشخص اللي انت بترتبط بيه هل الجمال الداخلي ولا الجمال الخارجي؟ لا طبعا الجمال الخارجي كويس وبناء عليه الجمال الداخلي لان انا بعشق حاجه اسمها مراتي. بعشقها من الروح الحلوه من ضحكتها من ابتسامتها من وشها. والله انا بالنسبه لي الاثنين يعني ده بيكمل ده ما ينفعش حاجه تبقى ناقصه فيهم. ما ينفعش مثلا اختار واحده تبقى شكلها جميل جدا ومن جوه مش يعني مش كويسه مثلا او طريقه في الكلام مش كويسه ما عندهاش جمال روح. خلاص بقى ما ينفعش العكس ما ينفعش اختار واحده روحها جميله وحلوه وتفرفش وكلام زي كده في نفس الوقت شكلها مش لطيف يعني. المهم يا ابني الروح اللي انت هتعيش معاها. اعشق حاجه اسمها مراتي من شكلها ومن صوتها من ريحتها دي كفايه ان هي تبقى قدامي. انت اللي حلو وقميصك حلو في سكوز ده؟ لا اكيد جمال الروح طبعا اكيد. اولا كل الناس القدام والجداد والحديث والدنيا كلها بيتكلم عن جماله. عيش الجسد بني ده دليل على ان الروح اهم واجمل من الجمال واجمل من الجسد. وياما في ناس كتير قوي حلوين المنظر والشكل وبتاع لكن روحهم شريره. لا انت عارف انا اقصد احيانا يعني تبقى شريره تبقى مش كويسه. وفي ناس مش جمال جدا لكن محبوبين وليهم روح جميله وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبناش على وجوهنا وعلى جمالنا بيحاسبنا على ارواحنا وعلى النفس. فكل ما الروح فيها جميله وحلوه فمش مهم الشكل الجسد. والرفيعه بتتقن تخينه بترفع والحلوه بتوحش. بصي هو انا اللي بيشدني مش لا ده ولا ده اللي بيشدني بس ان هو يبقى شبهي من الاخر يعني اختار البني ادم ان هو شبهي. مش ده لوحده ومش ده لوحده لازم يبقى في بالانس بين الاثنين يعني لازم يبقى ده موجود وده موجود مش مهم النسب بس المهم ان ده يبقى موجود وده يبقى موجود. طيب انت من الناس اللي بتتضايق لما حد بيقول لك صباحك زي وشك؟ لا خالص بصراحه. خالص؟ خالص لا الحمد لله وشي كويس. طب تفتكر ليه الناس بتتضايق لما بيقولوا لهم كده؟ عشان بتتقال بطريقه مش حلوه. يعني مثلا انا بخش على حد اقول له صباح الخير او مثلا صباحك زي وشك. لا في ناس صباحك زي وشك.
بتفرق كتير جدا في طريقه الالقاء بتاعه الكلمه نفسها. صباح الزفت يا حيوان، نهارك ابيض ان شاء الله، نهارك تين. لكن الجيل بتاعنا بتاع زمان صباحك زي وشك، يعني وشك حلو، صباحك زي الفول وزي العسل. لكن الجيل ده جيل كله معقد، صباحك زي وشك دي بتعقده، هو فاكر الناس كلها وحشه زيه. اكيد شايفين دي فوف وشهم، عشان كده حاسين اليوم هيبقى بايظ. كان صباحك زي وشك دي مقوله مش مظبوطه، يعني محدش يقول كده. صباح الفل، صباح الورد، صباح الايمان، صباح. لكن صباحك زي وشك دي ممكن ناس تتضايق منها، وفي ناس ما تتضايقش منها، يعني عشان مثلا ما يكونش يعني صباح وحش، او مثلا مش شكل ان هو يتصبح بيه بس. يعني الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. جميل انك تعجب بحد عشان بس شكله جميل، بس يا ترى بقى هو جميل من بره ومن جوه ولا من بره بس؟ كان معاكم سمر عبد العظيم، برنامج استراحه.